بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة سمر. اليوم هخلص فاتورة الكهرباء من خلال الانترنت بواسطة بريدي. ان شاء الله تتعلموا وتعملوا هذه الامور باش تتيفيتي وانكم تتوجهوا في وسط الناس وحط الكمامة ودير لاشين و... المهم الان راح ندخلوا مباشرة، نروحوا باش نخلصوا فاتورة الكهرباء تاعنا. هنايا كما كنت تشوفوا خرجت لكم هذه المعلومات هنايا، لاني انا من الاول كنت سجل، كنت يعني راح نحاول اني ندفع الفاتوره، وبعدين فكرت اني نقوم بتسجيل الطريقه. الطريقه هي انك رقم الفاتوره انت فقط لما تحطي هنايا الكورسور كما كنت تشوفوا يوري لك وين تلقايها في الفاتوره من هذا الجانب. وفي الفواتير الجديده تحت فاكتور نيميرو تلقاو هنايا تحت الريفيرونس، هذا الثاني الريفيرونس تلقاوه اسفل منها. قوموا بادخال هذه المعلومات الاو بي بي تلقاوه في الاسفل كاع، يعني قريب من المبلغ اللي لازم تدفعوه، ولا هنايا المبلغ اللي لازم تدفعوه هو اللي مكتوب قدامه مونتون تي تي سي، مكتوب نت ابي تي تي سي، معناتها صافي الدفع متضمن جميع الرسوم، صافي الدفع متضمن جميع الرسوم اللي هو ماشي اخر رقم كامل، لا ناقص 5 دينار هذاك تاع لا تاكس، ما تخلصوش كي تخلصوا بال تكتبوا الرقم اللي هنايا ديروا جو سوي با زيرو بو، هاكو تشوفوا هم ليك المعلومات هنايا. وفي الفاتوره الجديده ايضا تلقاهم، هذا تلقاهم من هذا الجانب وهذا تلقاه شويه اعلى منه، لكن قلبوا عليه تلقاوه ديروا فاليدي. هنايا راح ندخل انا المعلومات تاع البطاقه تاعي ونعمل فاليدي. طبعا انا ما راحش نصور لاني مانيش حابه معلوماتي راح تخرج عندكم، لكن هنايا توضعوا الرقم تاع الفاتوره ديالكم، هنا توضعوا تاريخ نهايه الصلاحيه ديالها، وهنا توضعوا الاسم واللقب ديالكم، وهنا توضعوا الرقم السري الكود اللي يكون من الخلف تاع البطاقه الذهبيه ديالكم. انا راح نمليها ونرجع لكم ان شاء الله. الان بعد ما مليت المعلومات تاع البطاقه الذهبيه كي عملت فاليدي راح يكتب لك هنا بلي ان موت باس اونيك سوغا اونفاي او نيميرو، يعني رقم سري لاستخدام مره واحده راح يتبعث للرقم الهاتف اللي هو يكتب لك رقم هاتفك اللي هنا، انا مغطيته فقط بهذه النافذه، وهذا البوطون باش تاكدي وهذه البطاقه الذهبيه. هنايا واش راح نعمل، انايا نعمل اونفاي باش يبعث لي الرقم، لكن هنايا عسو لازم جوالكم يكون في منطقه فيها الريزو باش يلحقكم بسرعه، ما يكونش عندكم مشاكل تاع الكود ما يلحقكش. الان راهو لحق الكود، هنا الجوال حطيته في بلاصه هذا الرقم يتبعث مره واحده. اذا ما وصلكش هذايا الرقم عاودك ديري هنايا في اونفاي اونكور لو مود باس، لازم تكونوا وين كاين ريزو باش ما تطيحوش في المشاكل، ولا بعد تلقاو تخرج لكم ايشاك، ولا انا احيانا تخرج لي ايشاك نبعث الكود وتكون الجوال تاعي ما حطيتوش في مكان فيه ريزو مليح ما يلحقوش، من بعد نطلب الثانيه وما تلحقوش. هنايا هاي ليك انفورماسيون تاع لا ترانزاكسيون، نيميرو دو لورد، نيميرو دو لوتوريزاسيون، هاي وراهي لا دات تاع اللي عملناه، هاي ليك هنا كتشوفوا ستاتو دو سوكسي، معناتها هنا الان انا خلاص راني دفعت الفاتوره ديالي. هنايا واش تعملوا، تعملوا تيليشارجي باش تيليشارجيو الفاتوره تاعكم باللي دفعتوها. هذه هي، نتمنى انكم استفدتوا من هذا الموضوع، ان شاء الله تخدموا كامل يعني في الاخر ديالكم البطاقه الذهبيه، لانها راح تساعدكم كثير 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 كثير. هاي لك رقم الفاتوره والاسم، نتوما ديري هكذايا في حالة اذا خفتوا ما تخرجش، لان مازال احيانا يبلوك، احيانا ديروا كوبي وهذه المعلومات اعملوا هنايا تيليشارجي باش يعطي لك الفاتوره ديالك، يعني انسجامي الا ما خرجت لكش هذه الصفحه على الاقل عندك هذوك المعلومات. هاي ليك الجيري بوست، كارت الذهبيه، نيميرو داد، هاي ليك ديلي، فاكتوري اللي من خلصتو، والمونتون اون كا دو ريكلام دابلي لو سونتر هذايا. المهم هذه هي، قوموا بهذه يعني سوغارديوها عندكم، فوالا هنا ما تخرج لي لهنايا. على كل حال هي راهي تيليشارجي عندي لهنا، هاي ليك راهي في اسمها في البيرو.
ولا هي دير هنايا دير امبريمي، الا عندك امبريمونت. كي ما تكونش عندك امبريمونت راح يحتفظ لك بها عنده او فورما بي دي اف، يحتفظ لك بها او فورما بي دي اف. انا عندي ملف خاص هاي ليك مي فاكتور، هذه تاع الالكتريسيتي، الكتريسيتي هاي ليك غونسو دو بايمون نيميرو، هذايا نكتب هنايا التاريخ باش نعرفها كي نحوس عليها نعرفها بلي هذه هي تاع 04/06/2000 لي سلاش ما يحبهمش الغار 2020. بون نحو هذوما لي سلاش، هكذايا ونديرو اونجيستري. وهذه هي، نتمنى انكم استفدتوا من هذه المعلومه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.